السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. كل عبادة من العبادات ليها أحكام، شروط، صحتها، أركانها، الواجبات، السنن، والصيام طبعا عبادة من العبادات، يبقى أكيد ليه أحكام. هنعرف مع بعض النهاردة مستحبات الصيام، يعني إيه الحاجات اللي يفضل إني أعملها وأنا صايم. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك الشيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب. علي صوتك يا شيخ أحمد وأنت بتدعي لي، علي صوتك من قلبك ادعي لي، أنا محتاجة الدعاء قوي في رمضان وكلكم تدعوا لي أنا وولادي. الستر والصحة، الستر والصحة والرزق الحلال الوفير والفردوس الأعلى، وإن احنا نروح عمره وحج قريب. ادعي لي يا شيخ. ربنا يكرمك يا رب. وربنا يعتق رقبتنا من النار، يتقبل إن شاء الله مننا أنا وإنتوا وولادنا، وربنا يهديهم كلهم وكل مشاهدينا والشيخ أحمد وولاده. ألا أمين يا رب. ألا أدلك على ما هو خير؟ على سيدنا محمد الأفضل، يعني نجمع كل الدعوات دي في دعاء واحد بس. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندعي الدعاء ده وندعي الأدعية بتاعتي. ليه؟ عشان أنا طماعة مع ربنا وبطلب من الملك، أطلب كل اللي أنا عايزاه. بعدين إحنا ستات نحب التفاصيل، فأنا بقعد أدعي ربنا وأكلمه بكل التفاصيل اللي أنا عايزاها، كل التفاصيل. يعني هقولك يعني ربنا يكرمك ويرزقك أيوة، ويسترك أيوة، ويدخلك الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، وحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة، ويعتقبتي من النار، ويديك المال الوفير يا رب، الحلال الطيب، والعتق من النار، والعتق من النار، والعمرة والحج وربنا يهدي ولادي ربنا يهدي ولادي وينجحهم ويسترهم وينجيهم وربنا أنا وأصحاب السوق يديهم الصحبة الصالحة يا رب. احنا مش هنكمل حلقة لما خلي الحلقة النهاردة كلها دعاء على اسمي. أهم حاجة إن نوصي بعض كده، ندعي بعض دايما بظهر الغيب، وندعي جدا في الفطار، يعني أول ما المغرب يبدا مش نشرب وكل حاجة ماشي، بس ندعي 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 وإحنا بنشرب. حتى الدعاء ما ننساهوش، عشان إيه؟ طبعا دعوة الصائم مستجابة، طبعا مستجابة لا تراد، فادعوا وافتكروني كده في الدعاء. وبعدين الدعاء بظهر الغيب، انت عارفة القرآن الكريم علمنا لما نيجي ندعو حتى لكل الناس. يعني مثلا شوفي الله عز وجل لما ذكر قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، يعني احنا عندنا حاجة كده اللي هو ايه، انا لو دعيت لدعاء وانا بفطر وبقول يا رب اكرمها، تلاقي ربنا مسخر لي ملك ويقول ايه، وهو كمان ولا كمثل ولا كمثله. بص انا بقول بالعاميه وانت اللي بتقولي اللغه. شفت؟ لا خلينا في العاميه. طيب يا رب ارزقها الحج، فالملك يقول ايه، وانت ولك كمان. بمثل وانت كمان. يا رب اديها الصحه وانت كمان، وهكذا. فدعاء الملك مستجاب. انا ممكن الله اعلم ربنا يستجيب ولا لا يستجيب لي، لكن الملك يحقق الله رب، يحقق الله رب العالمين له ايه، له دعوته. فهو لما يقول امين الله عز وجل يستجيب. فدي لا نغفل عنها واحنا قاعدين كده قبل الفطار، قبل الفطار على الاقل بخمس دقائق كده، ونجهز الدعوات، نقول انا مش عارف ادعي اعمل ايه، ادعي باي حاجه، اي حاجه كده ربنا يفتحها عليك كده، وتقولي يا رب ارزقني، يا رب، يا رب زوجني، يا رب، يا رب اديني المال، يا رب ابعد عني ولاد الحرام، يا رب، يا رب دخلني الجنه، اغفر لي يا رب، اعتقني من النار. ادعي 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 كتير لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحب ان يسمع صوت عبده سبحانه جل وعلا. ربنا تبارك وتعالى هو غني عنا، يعني ان نشكر يرضى الشكر لنا،
وإن نكفر لا يرضى الكفر لنا، وهو غني عن عبادتنا سبحانه تبارك وتعالى. ومع ذلك هو الذي يطلب منا سبحانه جل وعلا أن ندعوه. ليه؟ عشان نبقى قريبين قوي جدا من ربنا سبحانه تبارك وتعالى، يتودد إلينا سبحانه جل وعلا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في وقت الملمات يا أستاذ دعاء، في وقت أنت عارف الأوقات الصعبة جدا، إحنا محتاجين اللي إحنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. وأنا هضرب لك مثال، إحنا في رمضان، ورمضان ده شهر عظيم جدا، شهر فتوحات وشهر انتصارات في غزوة بدر، 17 رمضان 2 هجرية، وإحنا طبعا داخلين، إحنا عندنا العاشر من رمضان، حرب العاشر من رمضان، وعندنا فتح مكة كانت في 20 رمضان، عندنا مناسبات يعني كل يوم كده حصل حدث عظيم جدا جدا. وعندنا على فكرة سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر دخله هو في رمضان، وبالمناسبة احنا عندنا بلد في العريش كده اسمها المساعيد، فكان ليلتها كده بس سيدنا عمرو كده هو في العريش لقى الايه، لقى الهلال طلع في اخر رمضان، فقال ده هلال ايه، هلال شوال، فقال المساعيد. المسا ايه؟ المسا عيد، فتسمت الايه؟ المساعيد. وهكذا. فاحنا ده شهر، فشوفي سيدنا النبي بقى ليه 17 رمضان يقف النبي ويدعو صلى الله عليه واله وسلم، من شده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تعرف رفع ايده كده فوق كده، حتى راى الصحابه بياض ابطيه، يعني تخيلي يعني عارفه في شده الايه؟ الاستغاثه بالله تبارك وتعالى، ويقول له اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. النبي ممكن يدعو مرة اثنين ثلاثة كفاية يستجيب الله لنبيه، لكن لما يكرر كتير سيدنا النبي يكرر كتير، لدرجة هو عامل كده البردة اللي على سيدنا النبي اللي على كتف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقعت منه، وقعت، فيجي سيدنا أبو بكر يشيلها وبعدين يقول له ما كفاية بقى يا رسول الله. أشفق سيدنا أبو بكر، أشفق على نبي من كثرة إلحاحه والدعاء، فقال فإن الله منجز لك ما وعد، ده ربنا هيحقق لك ايه اللي انت عاوزه. ومع ذلك سيدنا النبي ايه؟ استمر في الدعاء. الصحابه لما شافت سيدنا النبي كده عملوا ايه؟ هم كلهم راحوا عاملين ايه؟ دعوا، قعدوا يدعوا الله تبارك وتعالى. ايه ده؟ فالايه تنزل في سوره الانفال تلخص الموضوع ده، فتقول ايه؟ اذ تستغيثون ربكم، فسمى الدعاء هنا ايه؟ استغاثه. عارفه الانسان لما يكون غريق وعمال بيستغيث ويعلي صوته، ها هم كانوا كده بيلحوا الحاح، عشان كده سيدنا النبي يقول ان الله يحب الملحين. اللي انت تقول اغفر لي اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، عارفه دي؟ كان احد السلف يحب يجيب حاجه كده هو بيدعي كده، فيروح قايل انا الدعاء ده ادعو به دائما، اللي هو يحط حاجه كده اللي هو ايه، اتوسل الى الله بشيء حلو، فيقول له ايه، اللهم إني أسألك بحق حبك لنبيك، اللهم إني أسألك بحق حبك لنبيك أن تفعل لي كذا وكذا وكذا. فروح مصدر مين؟ سيدنا النبي الأول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما النبي دعا والصحابة لما شافوا كده بدأوا كلهم يدعوا، القرآن وصف الحالة دي الإيمانية دي، إذ تستغيثون ربكم، طب ايه اللي حصل؟ فاستجاب لكم. هي دي فاستجاب لكم. احد الصالحين رضي الله تبارك تعالى عنه وارضاه كان اسمه محمد بن واسع، كانوا في وقت كده برضه في معركه وبتاع وبيدوروا عليه فين محمد بن واسع، لو قاعد لوحده كده اللي هو انا بعمر الحياه الكون دي كله، بس ايه، انا بستعين بالشعائر بطاعه الله تبارك تعالى، فقاعد في حته كده في ركن لوحده في مكان بعيد وعمال رافع ايده نحو السماء. فلما راح له قتيبه بن مسلم بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال اخذ لك بمجامع الطريق، انا بقرب لك الطريق، بقرب لك المسافات، فانا بدعي مين؟ بدعي ربنا سبحانه تبارك وتعالى. وهكذا كان الصالحون رضي الله تبارك تعالى عنهم وارضاه، هكذا كان ابو بكر رضي الله عنه يدعو ربه ويناجي ربه ومولاه، هكذا كان عمر بن الخطاب، هكذا كان عثمان، هكذا كان الصالحون ومن سار على ضرب الصالحين رضي الله تبارك تعالى عنهم وارضاه. بس المهم الذكاء وانا بدعي. ايوه بدعي ربنا اقول ايه، هو ده، ما تدعيش بس كده باللسان وخلاص، لا انت عارف اللي انت تستشر. كان احدهم يجي كده قبل المغرب يا استاذ دعاء وصايم يقول ايه،
يا رب اللهم لا تمقتنا، ما تغضبش علينا. مرة واثنين فيعد وراه لو يقول 70 مرة اللهم لا تمقتنا. أحدهم يقول له يا رب ارضى عني يا رب، فإن لم ترضى عني فاعف عني. أنت عارفة لو ربنا رضى علينا إيه اللي حصل؟ إيه الفرق؟ ربنا راضي فربنا بيحبني، بس ممكن ربنا يغفر لعبد وهو لا يحبه، لسه في شوية معاصي وشوية حاجات كده تمام؟ فيقول له ارضى عنا. طب ما وصلناش للدرجة دي، فإن لم ترضى عنا فاعمل إيه؟ فاعف عنا. فإحنا محتاجين اللي إحنا ندعو الله تبارك وتعالى، ونكثر من الدعاء في رمضان. اللي عاوز يتجوز، اللي عاوز مال، اللي عاوز ربنا يكرمه، ربنا يحفظ بلدنا يا رب واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما يا رب العالمين. ندعي لأبائنا وأمهاتنا اللي موجودين واللي ماتوا، ندعي لكل إخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب، يعني أهم حاجة نركز في الدعاء فعلا في رمضان، ما نضيعش رمضان من غير ما ندعي كل اللي نفسنا فيه. عشان كده سيدنا النبي بيقول من دعاء الصائم إيه؟ لا يرد. لا يرد له دعوة عند فطري. لا يرد. واخد بال حضرتك؟ وحاجة تانية أختم بيها، وانت هتيجي تفطر فتقول بسم الله، فتقولي تستشعر نعم ربنا، فتقول اللهم لك صمت، ده دعاء هو بقى، وعليك توكلت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، عارفه اللي اللهم لك صمت وعلى رزقك ايه افطرت وعليك توكلت وبك امنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، عارفه استبشار بما عند الله تبارك وتعالى. ان شاء الله يا واسع الفضل. بسم الله. بسم الله. طيب ربنا يتقبل صيامنا جميعا يا رب ودعائنا. معانا بقى هاجر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبين يا استاذه دعاء. وانت طيبه. انا بس عايزه اسال سؤال، انا نزلت بقالي 30 يوم، فانا عايزه اعرف عن الصيام والقراءه القران والصلاه، هل اصوم واصلي واقرا القران؟ عايز تسالها سؤال، هي نفسها بقالها 30 يوم. الدماء ما زالت موجوده صح؟ لا بيروح وبيجي، يعني ممكن ينزل وممكن ما ينزلش. طيب حاضر، انا هقول لحضرتك. حاضر حاضر. يعني اولا بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. لما يرتفع الدم تماما ويكون موضع الدم ده جاف، نبدا نغتسل ونبدا نصلي ونصوم. اما ما اذا يعني الدم لسه موجود، فاحنا هنعمل حاجتين اتنين، نذكر ربنا تبارك وتعالى ونستغفر، ونكثر بقى من الذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وآله وسلم. بس يا سيدنا الشيخ أنا من نفسي كنت أقرأ القرآن. اقرأ القرآن بس ما تمسكيش المصحف، فممكن أفتح المصحف كده يبقى منشور قدامي كده، وممكن بس ما تقلبيش الورق، أو على طريق ماسكة الموبايل مثلا، تطبيق على الموبايل وبقرأ القرآن عادي. ويجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء، وهذا مذهب المالكية وهذا مذهب المتيمية. فاللي أنا أقرأ بس بشرط إيه؟ لا تمس إيه؟ لا تمس المصحف. طب الموبايل ياخد حكم المصحف في المس؟ لا ما ياخدش الحكم، فممكن أمسك الموبايل كده وأقرأ في التطبيق القرآن عادي، وأقلب من على الموبايل، ما فيش مشكلة في المسألة دي، وربنا يتقبل منك يا رب يا رب. أستاذ محمد. أيوة ايوه اتفضل. اهلا وسهلا عليكم السلام. ايوه عليكم السلام يا بابا. بيسلم عليك يا شيخ احمد. حضرتك علي صوتك. اسال بس الشيخ احمد. اتفضل يا فندم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كان صدر مني حلفان، صدر مني حلفان، حلفان بالطلاق. بالطلاق قلت ايه؟ والله قلت عليا الطلاق، ما الحاجه دي ما تحصل. قلت عليا الطلاق، الحاجه دي ما هي معموله صح كده؟ اه. وهي اتعملت الحاجه دي؟ اه واتعملت ايه؟ بس يعني انت قلت اللفظ اللي طلع من حضرتك عليا الطلاق ما هي معموله صح؟
طيب يا استاذ محمد، انت وانت بتقول بس وطي التلفزيون، وانت سامعني كده وطي التلفزيون، وانت بتقول الكلام ده انت كنت في حاله غضب ولا في حاله عاديه؟ كان حالتك ايه ساعتها؟ هو كان في حاله غضب. غضب يعني غضب واستفزاز. هو في الشغل، مش في البيت ولا في ال ايوه ايوه يعني في الشغل، يعني مش في البيت. لا لا في الشغل، دي امور شغل يعني. أنا سواق. ايوه ايوه ايوه. فكنت مثلا في مكان و بصلح العربيه بتاعتي، واتناقشت انا والميكانيكي طبعا، فصدر مني الحلفان ده. طيب بس طيب على اي حال انا عاوز اقول لحضرتك نحاول بقدر الامكان، احنا في رمضان بقى، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث الكلام اللي هو مقدمات الجماع، او الكلام اللي هو يؤدي الى في شهوة او ما الى ذلك. لا يصخب اللي هو يقول كلام الصخب والزعيق والشتيمة والكلام ده. فانا الصيام بيعلمني التدريب على ان انا يبقى عندي الإرادة، قوة ان انا اتحمل، ان انا ما اغضبش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وبالتالي فالصيام فرصة بفضل الله، وندعو ربنا ان ربنا يثبتنا ان شاء الله، وان ربنا يقوينا على اللي احنا نملك لساننا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وبالتالي فعليك ايه؟ الطعام 10 مساكين، الكفارة اطعام 10 مساكين بس. وهل في طلاق كده؟ ما فيش طلاق ولا اي حاجه. وما ندخلش بقى الطلاق في امور مشاكل ولا شغل ولا حوارات. احنا قلنا نمسك نفسنا، وده رمضان فرصه طبعا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، ومعانا تليفونات. هناء اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا عايزه اكلم الشيخ لو سمحت. معاكي، اتفضلي يا فندم تحت امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك، انا كان عندي الحيض وكان في عندي مشكله، وقالوا لازم تحلفي على المصحف عشان ابرئ نفسي من حاجه حصلت. وانا مسكت المصحف وحلفت عليه وانا عندي الحيض، بس ما كنتش اعرف ان هو حرام، ما عرفتش غير بعدها. فكده يعني ايه اللي انا اعمله عشان اكفر على الذنب اللي انا عملته دوت؟ او ده حد يبقى حرام، ولا عند ربنا يبقى حرام، ولا ايه؟ بس انا ما كنتش اعرف ان هو حرام غير بعد ما احلف. هو على اي حال تستغفري ربك سبحانه وتعالى وتتوبي الى الله عز وجل، ادام انت ما كنتش عارفه المساله دي، فعليك بالاستغفار والتوبه الى الله عز وجل. طيب حضرتك، في كمان سؤال معلش. اتفضلي يا فندم. ان انا مخصمه يعني اهل البيت اللي انا متجوزه فيه مخصمهم كلهم، كانت في مشكله حصلت كبيره وقالوا كلام ما حصلش على حقي، وان انا وخصمهم قطع علاقتي معاهم تماما، فبيقولوا ان ده حرام وصيام وكلام من ده. بس انا لو كلمتهم مشاكل تانيه هتحصل وكلامها يعني هيزيد، فانا ان انا متجنباهم كده ما بكلمهمش احسن. ماشي. وانت جوزك علاقته كويسه بيهم طبعا، هم صله رحم. اه اه، هو معاهم كويس وبيشوفهم وبياكل معاهم وكله، انت بس اللي خدتي جنب. انا بس انا وعيالي بس، مالناش دعوه بيهم. لا، وعيالك دول صله رحمهم يعني، لو بعد ممكن الواد يروح يقعد معاهم شويه البنت. ماشي. لكن انا لا، قطع علاقتي بهم تماما. ماشي. طب الشيخ هيجاوبك يا حبيبتي. هو على اي حال احنا بنقول رمضان عامه فرصه للتراحم فيما بيننا، لكن مساله القطيعه دي لو كان بياتي من وراء الصله دي، اللي هو انا جاري كل ما اقول له السلام عليكم يعمل لي مشكله، وكل ما اقول له انت اخبارك ايه فيروح متكلم في حقي، فانا اعمل ايه؟ فهقصر الشر. بس اقصر الشر بايه؟ اللي انا وانا نازل ممكن اقول السلام عليكم بس، بمعنى رده بقى ما ردوش، اللي هو السلام عليكم ورحمه الله، رد اهلا وسهلا، ما ردش برده اهلا وسهلا، ماليش علاقه. لكن قضيه اللي انا اختلط معاهم، ادام الاختلاط ده بيجيب شر، فانا امسك واقصر عن الايه؟ التواصل معاهم بالطريقه دي بالاختلاط ده. لكن لو انا نازل على السلم وشفتهم فبلقي السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده يعني اقل حاجه احنا بنعملها. والله ردوا ما ردوش اهلا وسهلا وهكذا، وربنا يعفو عن الجميع يا رب. وبس رمضان فرصه للتراحم بين الناس. يعني قضيه احنا رمضان ده بيعلمنا حاجات كتيره جدا. احنا كل اللي احنا عارفينه اللي احنا بنمسك من الفجر
ونيجي في المغرب نبدا نرص لغايه الفجر ونبدا نمسك مره ثانيه وانتهت المساله وكان هو ده رمضان. لا ده رمضان مش بالطريقه دي خالص. يعني رمضان يعلمنا التقوى، رمضان يعلمنا الاحسان، رمضان يعلمنا الشكر لله رب العالمين، احسان الى الله واحسان الى الناس، عبادة الخالق ونفع المخلوق، هو ده الإحسان، إحسان ضد الإساءة، رمضان بيعلمنا ده. فإذا دخلنا رمضان ولم نتعلم الإحسان فقد خرجنا منه كما دخلنا، فما تعلمناش حاجة. أستاذ أشرف أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال بس عن حاجة كده بس، كل سنة وحضرتك طيبين الأول. وأنت طيب. حضرتك طيب يا فندم، ربنا يحفظك. كنت حلفت على حاجة، على حاجة كده بالله 5 مرات، تمام؟ يعني قلت والله 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 والله، تمام تمام، عن الحاجة دي وعملتها في نفس الوقت. يعني قلت ايه؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما انا عامل الحاجة دي ورحت عاملها. تمام كده. تطعم 10 مساكين يا استاذ اشرف. 10 مساكين. بس انت ادام انت هتعملها ليه حلفت اصلا؟ مش عارف، ما تحلفش تاني بقى. انا بس كنت في الوقت ده في متعصب عني، متنرفز ومتعصب. تمام. عملتها عشان خاطر كده بسال، عشان اشوف كفرت اليمين ايه او انا هعمل ايه ان شاء الله. اطعم 10 مساكين ان شاء الله. اطعام 10 مساكين. فان لم تستطع فصيام 3 ايام. تمام. عشان دعاء بتزعل لو احنا قلنا الاولاني ما قلناش الثاني. احب الفتوى كامله. تمام. معانا تليفون. ام عمرو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه. لو سمحتي حضرتك، انا كان عندي سؤال. انا كنت عامله حادثه ومركبه شرايح وسامير في العمود الفقري. فحضرتك انا لما بصلي يعني مثلا الركوع بعملها ركعة واحدة 2 في 1. انا مش سامع. برضه 2 في 1. الف سلامة عليكي. بصي صوتك واطي. انت بتقولي انت كنت عاملة حادثة وبعدين ركبت شرايح ومسامير ودلوقتي انت بتسألي على الصلاة. صح كده؟ بتصلي وانت قاعدة؟ لا انا بصلي وانا واقفة عادي، فلما بركع مثلا 2 في 1. لما بتركعي ايه؟ بركع واحدة، مرة واحدة بس. بتركعي؟ استني، هو ايه الفرق؟ انت بتركعي ولا بتتكلمي على السجود؟ عن السجود. السجود. فبتسجدي مرة واحدة وما بتقدرش تسجدي التانية؟ يعني الاثنين باخدهم في واحدة عشان مش بقدر. يعني ايه 2 فاخدهم في واحدة؟ يعني تقولي مثلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات ولا تقومي قايلاهم 6 مرات، صح قصدك كده؟ لا لا كده غلط، كده غلط، كده غلط. أنا هقول لحضرتك. يعني أنت لو مش قادرة ما تسجديش، صح؟ ما انا هقول لها. ماشي خلاص كده. طيب انا هجاوب حضرتك حالا. يعني عندها حاجه في العمود الفقري تاني. احنا قدامنا قد ايه؟ مفيش دقيقه. طيب شوفي، اولا شفاك الله وعافاك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ادام انت عندك مشكله تقدري تقراي تكبري تكبيره الاحرام وتقري الفاتحه وانت واقفه، يبقى ده فرض عليك اللي انت وانت واقفه. وبعدين ركعت، طب انا مش قادره خالص في السجود، لا مش قادره اقرا الفاتحه وانا واقفه خالص. فتقعد على كرسي عادي كده خلاص كده، او تقعد على الـ الارض. لو انا مش قادره اقعد على الارض هقعد على الايه؟ على كرسي. اقدر اقعد على الارض اقعد على الارض عشان السجود هيكون على الارض. لو مش قادره اسجد على الارض فعلى الكرسي، وهسجد كده امايل الله اكبر اهو، وادي بركع بالطريقه دي، سمع الله لمن حمده، وبعدين امايل كده شويه كده، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اكبر، وبعدين هعمل تاني السجده التانيه كده. لو انا بعمل كده واقول سبحان ربي الاعلى 6 مرات زي ما انت بتقولي، يعني هو المره واحده وهي الواجبه مره واحده بس، يعني 3 دي سنه، مع اي حال لا، يبقى انت سجدت سجده واحده وتركت ركن من اركان الصلاه، فالصلاه ايه؟ الصلاه لا تصح. طبعا هي في كل سجده في كل ركعه بتعمل كده، هي مش قادره تركع ما تركعش، فانت مش قادره صلي وانت قاعده. وانت قاعده لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسعها. وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب ربنا يشفيها ويتقبل. بشكرك جدا يا شيخ احمد في نهايه فقرتك. ربنا يكرمك. شكرا ليك، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.